وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم على عبر الهاتف الدكتورة مريم عذبي الجلهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. مرحبا بك دكتورة مريم في نشرة الثالثة. بداية، ما هو الدور الذي سوف تلعبه مصانع الأدوية الجديدة في تعزيز البنية التحتية الصحية في مملكة البحرين، وطبعا تحقيق أهداف خطة الأمن الدوائي وتغطية المستلزمات الطبية التي تحتاجها المختبرات والمستشفيات؟ نعم، مساء الخير عليكم جميعا. طبعا كما تعلمون أن الأمن الدوائي أحد أهم المقومات الآن والحاجة إليه، خصوصا بعد ما مرينا في أثناء جائحة كورونا ورأينا أن هناك كان في نقص وطلب شديد على بعض الأدوية. نعم. لذلك حرصت حكومة مملكة البحرين على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات للمستثمرين الذين يرغبون في الدخول في هذا المجال مملكة البحرين. ومثل ما ذكرت في الخبر، بدأ المصنع الأول اللي هو بحرين فارما للمكملات الغذائية إنتاجه فعلا صنع في البحرين. هناك نوعين من المكملات الغذائية بدأ في إنتاجهم حتى تصديرهم للخارج. أما المصنع الثاني البحرين الجلف بايوتيك فحصل على الترخيص النهائي، والآن هو في طور إعداد الإنتاج الأول، وهذا الإنتاج جدا مهم لأن راح ينتج الأدوية التي على شكل حقن والتي تستخدم للطوارئ وإنقاذ الحياة وفي التخدير وفي العمليات، واللي دائما القطاع الخاص والقطاع الحكومي يطلبها ولازم أن تكون دائما متوفرة. فهذا طبعا نقلة نوعية جدا في نوعية الأدوية اللي راح تصنع في مملكة البحرين، والهدف طبعا ليس فقط المملكة ولكن أيضا المنطقة ككل، بالإضافة إلى إضافة خط خاص مستقبلا لصناعة اللقاحات. نعم دكتورة مريم، يعني ما هي الإجراءات والتراخيص الضرورية التي تم تنفيذها طبعا لتأمين سلامة وجودة الأدوية المنتجة أو المنتجة في هذه المصانع الجديدة؟ نعم طبعا، هذه لما احنا راح نعطي المصنع شهادة التصنيع الجيد يجب أن يكون موثوق به حتى من الدول اللي راح نستورد منها خارج مملكة البحرين. لذلك أكثر طاقم من المفتشين من الصيادلة المختصين ولديهم شهادات خاصة في التفتيش على المصانع ومنح الشهادات المعنية. نعم. ومنها طبعا هو أولا التفتيش على المبنى في حد ذاته، ثم خطوط الإنتاج والأجهزة المستخدمة، وفي أيضا تراخيص المهنيين القائمين على التصنيع، ومن ثم من أهمها طبعا هي الضمان أن التصنيع يتم في بيئة معقمة ما تأثر على جودة الدواء في حد ذاته، أنه يكون خالي من الشوائب وخالي من الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى الإصابة بالعدوى، وبالتالي يكون تغليفه وإنتاجه بالصورة النهائية هو صورة جيدة، ويحصل على شهادة تسمى الجي ام بي اللي هي شهادة التصنيع الجيد. نعم. وبالتالي يكون الدواء المنتج او المصنع في مملكة البحرين امن وموثوق به. نعم، الدكتورة مريم عذبي الجلهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك.